كندير بعزيز استقبالات التمر بالحليب والبكه ديال اتاي، طابع مغربي اصيل ديال القصر الملكي. حنا الزي مغربي 100%، وحنا كنفتخروا بهذا الزي ديالنا المغربي لانه كيشكل التراث المغربي الاصيل، وهاد الناس بغا يطاطروا لنا هذا التراث اللي حنا كنعتزوا به وكنفتخروا به في ظل هذه الجائحه اللي لهاد الحكومه، لهاد القرارات ديالها عشوائيه اللي ما كتمولش بشي صله لنا حنا باش تجي توقف هاد الدومين على الخدمه ديالو. عندنا وليدات، عندنا مسؤوليات، الناس بزاف تضرات في هاد الدومين، منهم سربايا، منهم صحاب الميناج، منهم صحاب الرفاعه، منهم نقافات، منهم صحاب الميناج. راه واحد الفئه عريضه كتعيش من هذا القطاع باش تتوقف لهم رزقهم، وما كاين لا دعم لا ما تواكبونا ما والو. كتجي كتقول لك وقف باش غنعيش، انت معيش عندك الصالير ديالك كيدوز، كتمشي تقرص الحيط، حنا اش غنقرصوا؟ نقرصوا جيو والو، راه الله الله ما خدمناش، راه ما كاين اللي عقل علينا. كاين اللي مسكين، كاين اللي كاع طلق، كاين الناس اللي طلقوا عيالاتهم بسبب المصاريف، كاين اللي كيتراكم عليه ديون، كاين الناس اللي مساكن ما كيعرفوش من غير الدومين، ما عندهم شي حرفه اخرى. راه ما يمكنش الواحد ما كيعرفش دوم غيمشي شي حرفه اخرى، عنده ما الدومين منين كيعيشوا. توقف الدومين راه مساكن واقفين، وشحال قد بنادم يروف عليهم، يعطيهم اليوم يعطيهم غدا، يطلقونا نخدموا، يطلقوا هاد الناس تخدم. لا ما قديتيش على المسؤوليه، ما تقولش بنادم برك برك برك، اش غياكل حجر؟ اش غتبرك؟ عامين حنا مشردين ونزيدوا ثاني يتشردونا. حنا ما بقيناش كنتقاموا في هذه الحكومه ولا هاد الناس هادو، حيت فتقنا فيهم مصداقيه لهاد القرارات العشوائيه، حيت كيصدروا شي قرارات جائره على هاد الفئات المعوزه. الناس هما شحال هما موقفين عامين، وهانا قلنا ماشي مشكل من عاد الحجر وهاد الشيء ديال، ولكن راه بزاف، راه الفقر هو اللي صعيب. بنادم ما يلقى ما ياكل ما يشرب، راه صعيبه باش تقول بنادم وقف وما كاين لا بدائل لا حلول، راه لا يعقل. خليوا هاد الناس تخدم. وكان طالب جلالة الملك نصره الله وأيد محمد السادس أطال الله في عمره أن ينظر إلى حال هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي الذي يمثل ثقافتنا. العرس المغربي راه تبارك الله راه كيخدم فئات كبيره ديال هاد الناس هادو، هاد الناس مساكن تشردوا، هاد الناس تهمشوا. فين هو حقوق الانسان؟ فين هو العيش الكريم؟ فين بزاف ديال الحوايج حنا ضايعين فيها وصابرين وكنقولوا ما كاين مشكل، ولكن باش تشردونا وما كاين لا ما كتدعمونا ما والو. خليونا نخدموا، حنا قادين بروسنا، خليونا نخدموا بعدو منا. وكنطالبوا جلاله الملك نصره الله وايده وطول الله في عمره وشفاه وعافاه ان ينظر الى حال هذه الفئات من المجتمع. حنا راه اولاد هذا الشعب، وحنا القرارات اللي كيقولها جلاله الملك حنا معاه، حنا وراءه في السراء والضراء. وعاش الملك، عاش الملك، وعاش الملك، ولا اله الا الله. كندير هادشي ديال الاستقبالات الحليب والتمر، وكنقابل لاطابل ديال الروايار، وكندير البركه ديال الاتاي ديالي. هادشي اللي كنشوف انا، اللي باغي ندوي عليه اليوم هما الناس اللي هما بحالي، دراوش بحالي مساكن خدامين، منهم السربايه، منهم النقافات، منهم الطباخات، منهم عائلات الميناج، منهم جميع في هذه الحرفه هذه. كنشوف من راسي نيت، انا نيت راه كاري وعندي اربعه الوليدات، ولا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي كندوي عليه، وكيبقاو فينا الدراويش. حنا الدرويش هو اللي كيعرف الدرويش. لا ما كنقدروا نديروا والو الا هاد الحرفه اللي عندنا نعم سيدي عايشين بها اربعه الوليدات. انا كبرت بهم اربعه الوليدات، كنت كندير سربايه وحيد من التربيه، ودابا كندير هاد مع الكبر وداكشي، وليت كندير هاد البركه ديال الاتاي. واللي غوت عليا كنمشي نخدم معاه. هادشي اللي كاين نعم سيدي. بغينا ان شاء الله ترجع المياه المجاري هذا، واللي كنطلبوه ان شاء الله لجميع المسلمين. والله يحيد علينا هذا الوباء، وعاش الملك.